السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. قبل ما نبدأ في موضوع اليوم، ما تنسونيش فضلا وليس أمرا الإعجاب، الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. الاطلاع على نتيجة شهادة التعليم الابتدائي العام 2021 من خلال رقم تسجيل والرقم السري. طريقة الاطلاع على نتائج شهادة التعليم 2021، يمكن لجميع المترشحين الذين اجتازوا شهادة التعليم أن يتعرفوا على نتائجهم من خلال رقم التسجيل والرقم السري مع بعض. كيفية الاطلاع على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2020 برقم التسجيل، أمامكم الرابط اللي بالأزرق. قم بتدوين رقم التسجيل، الرقم السري، الإجابة على السؤال، واضغط على استظهار النتيجة. الرقم السري تجدونه مدونا في الاستدعاء أو وصل دفع الملف، وإلى ما وجدتوش في جميع هذه الحالات يجب عليكم أن تتصلوا بالمدرسة القريبة إليكم. جيبوهم المدرسة تاعكم، لأنه بدون رقم السري لن تستطيعوا التعرف على نتائجكم. الموقع أمامكم، دونوه وبعد ذلك اذهبوا إلى جوجل اكتبوه وإن شاء الله تظهر لكم النتيجة. هذا هو الموقع أمامكم، لما تضغطوا عليه وتفتحوه تلقاوه بهذه الطريقة. نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق وفرحة تعم جميع البيوت الجزائرية.